عليكم. معكم مطبخ شهيوات الفاسيه. اليوم غادي نحضروا بريوات ديال الحوت. انا حضرت من قبل الحشوه. غادي نديروا الشعريه الصينيه، غادي نسلقوها ونقطعوها تقطر ونقطعوها شويه، ومن بعد غادي ناخذوا مقلاه غادي نديروا فيها جوج بصلات، غادي نشحروهم في الزيت ديال الطون، غادي نضيفوا لهم الزيتون شرائح مقطع ثاني صغير باش ما كيقطعناش الورقه، الفطر الاسود مسلوق ومقطع. كنضيفوا شويه ديال التحميره، قليل من الفلفل الاسود، شويه ديال الملح، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البصل بودره. ومن بعد غادي نضيفوا الشعريه الصينيه، نضيفوا عفوا الطون، وغادي نحركوه مزيان. ومن بعد نضيفوا الشعريه الصينيه بعد ما قطرات وقطعناها، غادي نشحروا هذاك الشيء مزيان، وقليل من زيت الزيتون في الاخير باش كتعطي واحد النسمه زوينه، وشويه ديال الصوجا. ومن بعد غادي نحركوه مزيان، ومن بعد وغادي نضيفوا الموتزاريلا مقطعه مكعبات صغيره، والسيريمي حتى هو هذا السيريمي اللي ما كيعرفوش، ها هو هذا كيتباع عند صحاب اللي كيبيعوا هادشي ديال الكاشي ولا داند ولا مرجان صافي. وكتقطعوا حتى هو مكعبات صغار، ومن بعد كتدخلوا تحرفوا التوابل صافي باش كيبقى داك الفرماج كيبقى قاد. دابا غادي نحضروا البريوات ديالنا، غادي نصوبوا وحده بسم الله. انتما كتشوفوا نحاولوا نجمعوا الجوانب باش ما يخرجلناش في سيكونو كيطيبوا في الفران، واللي كيبغي يقليهم يقليهم، انا كنطيبهم في الفران كيجيني احسن، ما كيجيوش شاربين ما فيهمش الليدان. ندهنهم بالشيطه بشويه ديال الزبده صافي، ونديرو الفران. هانتوما كتشوفوا البريوه ديالنا كيفاش كتجي. ودابا غادي نكمل البريوات ديالي ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا النهايه. هما دول البريوات بعد ما كملناهم، وانا قليتهم هادو بسرعه حيت غير درت غير ثلاثه، جوج بريوات وقنوط يعني سيجار، وجوج بريوات وانا صورتهم لكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو محمرين مقرمشين. وبالصحه والراحه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.